مرحبا. الام تي في بتطلق بالتعاون مع تي اف ام برنامج جديد اسمه تيلي شوبينج. رح يطل تيلي شوبينج كل يوم عليكم بمجموعة اغراض جديدة ومتطورة ما بتلاقوها وين ما كان وبالاسواق اللبنانية. الكواليتي تبع اغراضنا توب لانها جاية مباشرة من فرنسا لترضي كل الاذواق. وهالاغراض اذا عجبتكم تقدروا تحصلوا عليهم وتوصل لعندكم على البيت من دون اي كلفة اضافية، مع إمكانية الرد إذا هالبرودوي ما عجبكن أو ما ناسب ذوقكن. سول كفالة موجودة ومن لحظة الاستلام من خلال الليبان بوست وب 48 ساعة بس بمجرد ما تتصلوا فينا على 81-218-ألف. الغرض اللي أنتو اخترتوه بيوصل لعندكن لوين ما كنتوا عم تتابعونا بلبنان. مين منا ما بيحب يكونوا تيابو أو مفروشاته أو حتى سجاداته نضاف ومرتبين؟ هلأ مع ديتاش إكسبرس مش ضروري أبداً يكون في كذا مسحوق بالخزانة كل واحد لشي، أو حتى تجرب ست البيت شو الأفضل وتصير تسأل هون وهونيك. مسحوق واحد بس رح يريحك من كل الأوساخ، حتى البقع يلي برأيك مستحيلة كلها رح بتروح مع ديتاش إكسبرس وما قالك إلا تجرب. فيكن تستعملوه بالغسالة أو حتى على الإيد، كمان فينا نرشه لأنه بيجي معه مرشة هيك بيصير بخاخ أو سبراي. صار فيك ترشه بطريقة كتير سهلة على البقعة شو ما كانت، أكل، فطر، يعني شو ما كانت البقعة وشو ما كانت الوسخة رح بتروح مع ديتاش إكسبرس. مثل ما اسمها بدل ديتاش، الديتاش بتشيل البقعة وبسرعة كتير كبيرة. ديتاش إكسبرس فينا نستعمله للموكيت، للتياب، للشراشيف، للسجاد، حتى لفرشة التخت، للكنبيات كمان، يعني شو ما بدكم. بالسيارة كمان إذا وسختوا السيارة فيكم ترشوا هالبرودوي المصنوع من فرنسا، هو الحل الوحيد، بيشيل البقعة وكمان بيبيض، حتى بيشيل الريحة والكمخة عن القشة يلي بتبقى وعادة ما بتروح بسهولة. هلأ ست البيت فيها تختار الطريقة اللي بتناسبها، إذا بدها تغسل على الإيد فيها تحط شوية من هالبرودوي مثل ما عم بتشوفوا على الشاشة، ومنترك هالقطعة أو منترك الوسخ لثواني كتير قليلة وبتشوفوا النتيجة عن جد مثل السحر. حتى فينا نستعمله للقماش رقيق مثل الحرير أو القماش اللي كتير دليكا. إذا بدنا نغسل بالغسالة مع ديتاش إكسبرس العملية كتير سهلة كمان مثل ما عم بيبين قدامنا على الشاشة، ملقعة واحدة بس وكل الفوج بينضف. ديتاش إكسبرس بيحافظ على نضارة الألوان شو ما كان، أبيض، أسود، ملون، ما بتبوخ الألوان أبداً، حتى ما بيعمل حساسية على البشرة. الحل هو مع ديتاش إكسبرس لكل البقع. اتصلوا هلأ فينا على 81-218-ألف، اشتروا ديتاش إكسبرس بس ب$50. وين ما كنتوا بلبنان بيوصلكن دغري وب 48 ساعة ماكسيموم على نص البيت من دون ما تدفعوا أي كلفة إضافية من خلال أكيد الليبان بوست. اليوم حكينا عن ديتاش إكسبرس، إن شاء الله كل مرة بنحكي عن برودوي جديد من تيلي شوبينج بالتعاون مع التي أف آن. كل هالبرودويات عم نجيبها نحضرها ونقدمها لحتى ترضيكن وترضي كل الأسواق. بيقولوا الشعر تاج المرة والتاج بده اهتمام. كلنا منحب نكون مرتبين ومنحب شكلنا وقتا نطلع من عند الكوافير، بس أكيد مش لوجيك ولا نورمال نضل بصالونات الكوافير كل يوم في غدا أو عشاء بلبنان، تي تايم، برانش، تعرفوا المناسبات كتيرة عنا، والمرأة اللبنانية معروفة بترتيبها ومظهرها الحلو. حتى النساء اللي بتشتغل أو الطلاب اللي بتروح على الجامعة حلو يكون شكلها مرتب. اليوم ومع فرشاية إنستايلر لنالك الحل. شو ما كانت نوعية شعرك، ليس، فريزي، منوبر، وقد ما كان طوله قصير، طويل، مثل شعري نص نص، إنستايلر إليك. نصيحتي تخلي هالفرشاية معك وساعتها رح تربحي وقت، رح توفري مصاري، والنتيجة ذاتها مثل عند الكوافير. هلا يمكن يزعلوا مني شوي الكوافيرية لأنه شغلهم رح يخف، بس هيدي الحقيقة، كل صبية أو سيدة صارت هي الكوافيز. معنا باستديو ثلاث صبايا أوريدي بلشوا يملسوا شعراتهم بهالإنستايلر، رح أتوجه لعندهم تشوف وين صاروا وشعراتهم كيف صار موديلهم. هاي صبايا، هاي. ما أهضمكم قاعدين تمليز. قديش بتحبوا الليس ستيسي؟ قديش عن جد بتحبي شعرك يكون ليس؟ انت شعرك شكله بنوبر شوي. مزبوط، كتير بيعذبني شعري قد ما بضل منوبر. سو انستايلر هي الحل. مزبوط. ايه مش غلط ابدا، بدل فرشايه عادي. ليك باتي شو سريعه وشو. لارا خبريني انت شو ماشي حالك كمان بالفرشايه؟ يعني انه انا شعري فريزير. انت هلا شعرك طالع من الحمام وهالقد في طعجه؟
ايه انا مثلا رحت عند الكوافير تيصير هالقد تعجة. لا لا هو فيه تعجة يعني فريزر. سو بدك ان ستايلر اكيد انه بنتعرض كثير للغسيل بالجمعه 3 4 ايام فانه أكيد. مش براتيك نروح عند الكوافير. باتي انت شعرك اطول شعر بس انه مقلعه هلا انا حبيتها اكثر شيء لانه براتيك يعني انا رح اترككم تكملوا شعراتكم لانه بعتقد بدهم شوية وقت. مع هالفرشية البراتيك إن ستايلر وسهلة الاستعمال صار فيكي وين ما كنتي مثل ما سمعتوا من باتي تاخديها معك إذا كانت بالبيت بالجيم رحتي على البحر سافرتي يعني عن جد إنها كتير سهلة صار معك صالون متنقل. إن ستايلر ما بتحرق أبداً الشعر ولا بتقصفه يعني بتحافظ على نوعيته مثل ما كلنا منحب لأنه حرارتها موزعة مثل ما ملاحظين. هلأ أنا منا دايرة عندي بس الحرارة بتتوزع عليها بالتساوي حتى البنز اللي موجودين عليها عادة بغير فراشة بيقعوا كتير متينين وما بيقعوا أبداً. يمكن تلاقوا على نسق إن ستايلر بالسوق مثل هالفرشاية بس كونوا أكيدين مش مثلها أبداً. الرقم قدامكم على الشاشة 81-218-ألف. خدوا موبايلكم هلأ واتصلوا فينا لتحصلوا على إن ستايلر ب$60 وين ما كنتوا بلبنان وبحيالله منطقة عم تحضرونا ب48 ساعة بس توصلكم إن ستايلر على نص البيت من دون أي كلفة إضافية ومن خلال ليبان بوست. رح أعرفكن اليوم على الكريب بارفيت. في حدا منا ما بيحب الكريب؟ صبع الترويقة على الغداء على العشاء ديسير سناك يامي أطيب شي الكريب. هلا ناس بتحب كريب سالي وناس بتحب كريب سكري وفي ناس مثلي بيحبوا اثنين. كريب بارفيت مثل ما اسمها بدل تطلع معك الكريب بارفيت. حتى فينا نستعمل البانكيكس إذا بدكن كمان. ما في لزوم تكون شيف أو ست بيت شاطرة صار فيك انت مسيو تعمل كريب للولاد او الولاد هن يعملوا كريب لاهلهم. هالمقلي ما بعرف اذا في يسميها مقلي بس هي اكيد مقلي عجيبه مقلي براتيك مقلي اوريجينال سموها مثل ما بدكن. شكلها جديد مش معقول تلزق او تحترق العجينه عليها. قد ما قلكن عنا غير ما استعملها قدامكن رح نجرب اصلا بمجرد ما تحمى يعني منحطها بالكهرباء دقيقه دقيقتين بتحمى منيح وهيدا الصحن بيجي معها باي ذا واي. بنحط عجينة الكريب ننطر شي 5 ثواني اوكي وبنقلبها من دون ما نحط ولا زيت. ليكو شو حلوة من دون ما نحط ولا زيت ولا زبدة. كلنا بنعرف قد ايه بيضره للصحة وقد ايه بالمقلي بنقعد ساعة بنعملها لتطلع مرتبة. بقى بهالطريقة طلعت عن جد حلوة بثواني بتخلص وبتصير جاهزة للأكل ولحق على كريب إذا فيك. بس إذا نصحته ما تحطوا الحق علي أهين شي تقدر تعمل صرت كريب ببيتك. ما بتصرف كهرباء لأنها وفيرة الكواليتي تبعها توب ولتصير عندكم بمطبخكم تتصلوا هلأ على الرقم يلي عم يقطع على الشاشة 81-218-ألف وطلبوا هالكريب بارفيت ب$50 بس بحيالة منطقة كنتوا بلبنان عم تحضرونا وب 48 ساعة بس من دون أي كلفة إضافية من خلال الليبان بوست بتحصلوا على الكريب بارفيت وألف صحتين. هلا خليني أجرب قلبها أنا وهون إذا بعد عندي وقت. هلا هول الكريبات بصراحة عملناهن قبل ما نطلع على الهوا ما رح زعبر أكلنا منهم بس إنه طالع بالي إنه خلص العجينة منيحة صارت بتجنن وهيدي العجينة قدامكم أندو ليكو بأي سهولة قدرنا نقلبها. هلأ بهالطريقة أول ما نقلبها فيكن تحطوا هي وسخنة لأنه هون كأنها مثل المقلي بتحطوا الجبنة والجامبون بتسوح بتصير هيك بتحطوا الشوكولا والبنان بتسوح بتصير هيك وبترجعوا بعدين تقلبوها على الصحن أوكي أندو وليكو بأي سهولة بتخلص الكريب وبتصيروا واحدة ورا التانية منحط ننطر شوي عدوا للخمسة ستة أندو ومنقلبها وبتطلع الكريب بتشهي. كل يوم برودويات جديدة نقيناها خصيصاً لضرد كل أذواق المشاهدين ومش حيلا مشاهدين متتبعي الام تي في من خلال تيلي شوبينج أكيد بالتعاون مع تي اف ا. إلى اللقاء.